اهلا وسهلا ومرحبا، كيف بقيتو؟ مزيان على خير، كلشي لاباس، صحتكم على خير؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير، في احسن الاحوال ان شاء الله، وكي كنتمنوا ان شاء الله تكونوا دوزوا صيامكم ان شاء الله على خير وبخير، وتكونوا مزيانين، كدوزوا نهاركم على خير وبخير ان شاء الله، تكون في احسن الاحوال يا ربي وبالصحيحه والسلامه، ويلقاكم هذا الفيديو بواحد الطاقه ايجابيه ان شاء الله بحول الله يا ربي الحبيب. كنشكركم البنات على التعليق ديالكم، كنشكركم على البارطاج ديالكم، كنشكركم على الدعم ديالكم. اي واحد دخل عندي القناه ديالي جديد مرحبا به، مرحبا كاع الناس الجداد والناس القدام، كل شيء مرحبا بي على الراس والعين، وشكرا لكم على التعليقات، شكرا لكم على الدعم، على كل شيء. انا محتاجه منكم الدعم، ومحتاجه منكم تبارطاجيو مع اصحابكم، وكنشكر على اي واحد تفاعل معايا، واي واحد دعمني، واي واحد دار لي لايك، واي واحد شاف هذا الفيديو ولا شاف الفيديوهات ديالي كاملين كنشكرو. هلي خطكم عليا البنات، هلي خطكم كاملين البنات، الاولاد الوليدات الصغار، اي واحد كيتفرج فيا مرحبا به وشكرا. هلي خطكم، جيت هاد النهار تقاسم معكم واحد الوصفه ان شاء الله بحول الله تلبوها مني البنيتات. شحال من بنيتات طلبوها مني، اكثر هي البنيتات، اما تبارك الله العيالات كلشي كيعاني من الوزن، كيبغيو ينقصوا، والبنيتات كيبغيو يزيدوا في الوزن، البنيتات الصغار، وليدات الصغار، البنيتات الكبار تبارك الله، بنيتات المراهقه، كاع هاد البنيتات تبارك الله، الاولاد كلشي اللي باغي يزيد في الوزن ان شاء الله بحول الله. جبت لكم واحد الوصفه سهله وزوينه وصحيه، الاهم من هادشي كله البنات هو تكون صحيه. ما تبقاوش غير تتبعوا الموجه، واي واحد قال لكم هذه كتزيد في الوزن تبقاو تاكلوها، اي واحد قال لكم هذه غادي تزيد في المناطق، هذه غادي دير، هذه غادي تفعل، وتبقاو غير تاكلوا غير تاكلوا. راه الحوايج لما كانش صحيه راه ضرب الصحه ديالنا. البنيته كتكون مازال عاد قالت بسم الله صحيحتها، عاد غادي تكون بزاف ديال الحوايج في الداس ديالها، وتبقاي تاكلي اي حاجه عطاوها لك، اي حاجه قالوها لك، اي دوايات، اي مشروبات. راه هذاك المشروبات بزاف راهم ما صالحينش ديال الزياده في الوزن، داك الفاتح الشهيه راهم دايرينهم غير مره مره، واصلا هذوك غير كتقطعي منهم كترجعي الوزن ديالك الطبيعي، ما عمرهم كيديروا شي فايده. هادو كي كيساعدوا على فتح الشهيه، الانسان راه خصو يخدم على راسو، هو اولا يكون واثق من نفسه وباغي راسو كيما بغى يكون. راه الزياده في الوزن وراه الوزن بزاف راه ما صالحش، عاود ملي كيزيد الانسان في الوزن عاود كيعاني بزاف من داك الزياده. الانسان اول حاجه الخطوه الاولى ديريها انك تثقي في راسك، تثق في راسك او تثقي في راسك ولد ولا بنت، تيق في راسو انها ان داك الصحه ديالو مصابغي تكون مزيانه تكون سليمه. الا كان عنده شي مشكل يمشي للطبيب، الا كان عنده شي نقص راه خصو يرجع للطبيب يشوف علاش ما كيزيدش، علاش ما كي بزاف د الحوايج هادشي خصو الطبيب. راه يكون عنده شي فيتامين ناقص، يكون عنده شي مشكل، ما كيكبرلوش الشعر، راه كاين شي مشكل. المهم خصو يدير التحاليل، يمشي للطبيب يشوف شنو كاين. اول حاجه هي نشوفو الطبيب، بعدا نشوفو شنو عندنا، واش عندنا شي نقص فيتامين، عندنا شي نقص في الحديد، عندنا شي مشكل، تنكونوا مزيانين بعدا ونتاكدوا من راسنا بان ما عندنا حتى شي مشكل. راه غير بنادم ما تيزيدش، لان من عند الله كاين اللي ما تيزيدش، العظم ديالو ما تيزيدش، واخا تياكل ما تيزيدش، وكاين اللي سبحان الله ما تياكل ما والو تيزيد. مهم الانسان خصو يقلب على وصفه تكون طبيعيه، تكون مزيانه، تكون صحيه، شي حاجه صحيه اللي غادي تفيدو اولا عاد تزيد له في الوزن ان شاء الله بحول الله. هذه الوصفه هذه صالحه للوليدات الصغار، صالحه للكبار، صالحه للرجال، كلشي ان شاء الله. هذه الوصفه هذه صالحه لكلشي، اي واحد حتى وليداتنا الصغار بغينا نزيد لهم في الوزن كانوا كيعانيو من النحافه المفرطه ولا شي حاجه، هاد الوصفه غزاله يا البنات. جبت لكم هاد الوصفه ان شاء الله غزاله، خاصكم تتبعوها دائما دائما دائما، تبعوها كل نهار كل نهار حتى توصلوا للوزن اللي نتوما باغيين ان شاء الله، وديك الساعه تتحبسوها ما تزيدوش تكملوا، لان هي كتزيد في الوزن بزاف. اللي كيعاني من النحافه المفرطه لا وليدات الصغار لا كبار ان شاء الله غادي يتبع هاد المكونات ان شاء الله، ما يكون غير الخير. غير تبعوا يوميا 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 الحاجه، خصنا نتبعوها ماشي نديروها مره جوج ونقولوا صافي. اول حاجه فيه الشوفان، هذا الشوفان، انا الشوفان عندي مخلط بالفواكه الجافه، هذا الشوفان شريته مخلط بالفواكه الجافه، كان واخده لوليداتي حيت ما عنديش الشوفان العادي. نورمالمون نتوما بغيتو غير الشوفان عادي بوحدو، الشوفان بوحدو اللي عنده هكا مخلط بالفواكه الجافه تبارك الله ما عندوش غير الشوفان العادي الطبيعي. الشوفان راه عنده واحد الفوائد كثيره على الذات ديالنا، فيه واحد الفوائد غزاله. الشوفان غير بوحدو غزال 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 بزاف، زوين بزاف للذات الوليدات الصغار الكبار، قلت لكم لاي واحد راه غزال صحي، ما تيدير ما تيدير حتى شي حاجه، بالعكس هو غزال الصحه ديالنا. الوليدات الصغار كنطيبو لهم الشوفان وكنعطيوه لهم، كيكونوا غير بيبيس فوق 12 المس 12 شهر يعني عام، كتبداي تعطيه له غزال الشوفان زوين. كنبداو بالشوفان ديالنا قلنا، وكنزيدو ان شاء الله هاد الفواكه الجافه. اي حاجه عندك متوفره في الدار، ماشي ضروري يكون هادشي، التمر اللي شي حاجه ضروريه زوين بزاف، المشمش اليابس راه شي حاجه غزاله مقوي للذاكره، اللي كيعاني من الزهايمر اللي كيعاني النسيان عرفتي، المشمش
شي حاجه خطيره، شي حاجه واعره الكركاع حتى هو. هذا الشيء راه مفيد لوليداتنا الصغار، حتى للدماغ ديالهم، حتى للدماغ ديالهم، حتى للنمو الذاكره ديالهم، حتى كيقوي لهم بزاف ديال الحوايج، كيقوي الذاكره، كيقوي بزاف، كيعطيو المناعه. مهم شي حاجه مخيره. عاود البنات تبارك الله اللي بغات تزيد في المناطق الحساسه، اللي بغات تزيد في المناطق ديال الانوثه ديالها، اللي بغات تغلط، اي حاجه. زوين الغلط وزوين لتقويه الذاكره، ونافع بزاف بزاف الحويجات لوليداتنا ولبنيتاتنا وكل شيء. هذه الوصفه هذه خطيره فعاله، شي حاجه مجربه، شي حاجه واعره. المشماش قلت لكم البنات غير بوحدو راه شي حاجه واعره، المشماش والكركاع مفيدين للذاكره ديالنا. مع دابا بدينا ننساو، حنا مازالين صغار والانسان راه كينسى، والوليدات ديالنا حتى هما عاوتاني صغار، ونقوي لهم الذاكره من يكون عندهم شي امتحان، من يكون عندهم شي حويجه، يكونوا يلعبوا الرياضه، فقدوا شي طاقه. هادشي اغزال، هادشي فن واعر، شي حاجه واعره، شي حاجه زوينه بزاف، شي حاجه مفيده للصحه ديالكم. ديما انا كنجيب الحاجه اللي مجربها وشي حاجه اللي غتنفعكم ان شاء الله بحول الله. قلت لكم المشمش اليابس ان شاء الله، الكركاع، اللوز، التمر، الزبيب، التزبيع عاود شي حاجه خطيره اللي عنده نقص في الدم، اللي عنده نقص في الحديد، اللي كيعاني من النحافه المفرطه. شتي الزبيب عنده واحد الفائده غزاله بزاف، واحد الفائده على الجسم ديالنا وعلى الذاكره ديالنا وعلى العقل ديالنا واعر بزاف. وهذا الشكلاط، انا جبت الشكلاط المر، اللي بغى يدير شي شكلاط يديرو. اي حاجه عندك من هذا الشيء، عندك شي فواكه اخرى جافه زيديها، عندك كرموس، عندك اي حاجه جافه، فواكه الجافه راهم مفيدين بزاف البنات للداس ديالنا، واعرين البنات، كيعطيونا واحد الطاقه زوينه. الانسان ملي كيفوت 40 راه كتبدا تنزل، كيبدا تنزل داك الطاقه، كتبدا تنقص، كيبدا يمشي لنا الفيتامين دي، كيبدا يمشي لنا بزاف الفيتامينات. هادو ضروريين، هاد الوصفه هادي حتى للناس الكبار، على حتى لاي واحد ان شاء الله غادي تفيدو. والفاكهه اللي بغيتو نتوما تزيدوها، الفاكهه عندكم غير البنان تكتفيو به، بغيتو تزيدو الفريز، بغيتو تزيدو اي فاكهه تزيدوها زوين، حيت البنان معروف انها تزيد في الوزن. بنان الفاكهه اللي تزيد في الوزن هي البنان. انا اختاريت البنان، لو بغيتو تزيدو ديروا البنان، ديروا معاه شي حاجه اخرى، المهم داكشي اللي عجبكم ديروه. اي حاجه ديروها ان شاء الله غادي نزيدو. التمر ديالنا نديرو، الشكلاط ديالنا، المهم نتوما ديروا الحونسيت اللي بغيتو، ديروا اللوز ان شاء الله، نديروا الكركاع، نديروا المشمش ديالنا يابس، نزيدو الزبيب. الزبيب حتى هو غزاله البنات، الزبيب شي حاجه غزاله. درنا الشكلاط، نديرو الفاكهه ديالنا اللي بغينا، قلنا عندنا البنان، عندنا شي فاكهه اخرى بغينا نزيدوها، نزيدوها. المهم اي حاجه عندنا نديروها. هادشي غادي نكتفيو به ان شاء الله. وغادي نديرو العسل ان شاء الله الحر، اللي عنده العسل الحر من الاحسن، العسل الحر اللي ما عندوش يستغنى عليه. نديرو هادشي، نزيدو عليه العسل، العسل الحر ان شاء الله لوليداتنا، غزال حتى هو مفيد. مهم الكونتيتي على حساب كل واحد شنو بغا دير، انا جوج معلقات صغار، كل واحد يدير الكونتيتي اللي بغا. وشنو غادي نخلطو، كل واحد باش يخلطو بالحليب بارد البنات، ماشي سخون، الحليب يكون بارد عادي. هكاك تجيبي الحليب وديريه ماشي سخون، اللي باغيه تزيد في الوزن، اللي باغيه تزيد في الوزن ماشي سخون، واللي باغيه غير تاكل هكا اكله وبغات دير الحليب دافي دير. المهم اللي بغات تزيد في الوزن تطبق معايا هادشي اللي غنقولها، دير الحليب بارد او دير عصير ديال شي افوكا ولا شي حاجه، تطحن الحليب بالافوكا، تطحن الحليب بشي حاجه اخرى، بالتمر، باللوز، باي حاجه، ما بغاتش غير حليب عادي، حتى الحليب بالافوكا واعر، كيجي خطير مع هاد الوصفه هادي. انا غادي نكتفي بالحليب عادي. اللي بغات دير دانون تزيدو حتى هو بارد، حتى هو تزيد في الوزن. اللي بغات تزيد شي حاجه تزيدها، انا غنكتفي غير بالحليب بارد. شوفان اللي بغات تزيد في الوزن البنات، الحليب بارد، الحليب عادي ما طيبوش، اللي كيطيبو راه كيكونوا كيبغيو ينقصوا من الوزن ماشي كيزيدوا في الوزن. اللي كدير داك الاكله ديال الشوفان وكطيبها هذيك كتنقص في الوزن. انا كنهضر هنا على الناس اللي بغاو يزيدوا الوزن، وليداتهم ليهم لاي واحد. هادشي صافي، وكنخلطوه وكنخليوه ان شاء الله، غادي نخليوه حتى يرطب داك الشوفان، لان ما تاكليش داك الساع كديريه، لا غادي ديريه هكا وتخليه واحد الشويش حتى يرطب داك الشوفان، يرطب مزيان، لان خصو واحد الوقت شويه باش يرطب، لان الحليب بارد. وقلت لكم بغيتو تزيدو دان وبغيتو ديرو الحليب فيه لافوكا، كيجي غزال، كتجي النسمه ديال واعر واعر واعر. مجربه الحليب لافوكا شي حاجه واعره، انا كندير وليداتي كيحماقوا عليه. هذه اكله لوليدات الصغار في الصباح الفطور، شي حاجه خطيره البنات، هذه كنصح بها كاكله لوليدات الصغار في الفطور.
واللي بغات تزيد في الوزن ان شاء الله دابا مع رمضان تبقى ديرها مور العشاء، هذه مور العشاء اللي بغات تزيد في الوزن، اللي بغينا وليداتنا يزيدوا في الوزن او انت بغات تزيد في الوزن ديالها او الرجل او اي واحد بغى يزيد في الوزن ديالو ياكل هذه الاكله هذه مور العشاء، يعني حتى صافي اخر حاجه غادي يديرها وياكلها مشي ناس، يعني حتى كيتعشاو او اللي كيكتفي بالفطور ديالو. المهم الانسان خصو ياكل مزيان، حاولوا تاكلوا مزيان، ماكله صحيه، فواكه، الخضر، المهم ما نخليوش الدهس ديالنا ناقصه شي حاجه. يشرب الانسان الماء بزاف في رمضان هذا، خصو يبقى يشرب الماء بزاف، يحط حداه قريعه ديال الماء ويبقى يشرب. وناكلوا هذه الاكله هذه اخر حاجه قلت لكم هي هذه وسير تنعس. هيا البنات ان شاء الله وتردوا عليا الخبر ان شاء الله ما يكون غير خير، وتهلاو لي فريوسكم وكلوا مزيان وشربوا الماء بزاف، وان شاء الله الى فيديو اخر ان شاء الله ما تنساوليش من لايك والاعجاب والبارطاج مع الاصدقاء باش يوصلكم دائما الجديد. تهلاو فريوسكم الى فيديو اخر ان شاء الله.